صدق عجبني هذا المريض وعجبتني هذه الالتفاتة من طرف مؤسسة الأرشيف، وهي عندها دلالات كبيرة أن هذه المؤسسة تجمع تاريخنا الحديث بفعل هذا التقليد اللي نتمناه يكون مستمر بالنسبة لكل فاعلين أينما تواجدوا سياسياً ثقافياً اقتصادياً. هاد الفاعلين يأخذوا المبادرة ويجيبوا تاريخهم لهذه المؤسسة. أنا سعدت جداً بهذه المبادرة واللي خدت الرعاية السامية ديال جلالة الملك، وسعدت أكثر بما استمعت له من مجايليه ورفاقه، وسعدت أكثر كذلك لما دار له هذا المعرض، لأن بصدق المعرض قدر يلخص لنا حياة هذا القامة إيجاز استطعنا في لحظات مروا عبر مختلف مراحل هذا الرجل رحمه الله. شكرا. الفكرة ديال تنظيم هذا المعرض جاءت بطبيعة الحال هي نقولوا تجسيد لرغبة كانت كتصور الراحل عبد الواحد الرادي في 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 يعني في منح مؤسسة أرشيف المغرب الأرشيفات ديالو، وبالتالي فقد تركها كذلك وصية كذلك قبل أن توفيه المالية رحمة الله عليه، فكانت نفيت الوصية من طرف يعني الورثة ديالو أو الأبناء ديالو أو العائلة ديالو إلى مؤسسة أرشيف المغرب. وبالتالي فالفكرة إذن ديال تنظيم المعرض يعني كتكتسي يعني بوعدين أساسيين. أولا كاحتفاء بالرادي، لأنه يعني انضم أرشيفاته وجمعها وسلمها لمؤسسة أرشيف المغرب، وهذا شيء في حقه يحسب له في إطار وعيه بأهمية الأرشيف في سواء في مستوى الذاكرة الوطنية، خدمة البحث يعني التاريخي، وكذلك في يعني في خدمة مستقبل البلاد باعتبار تراكمات التجربة ديالو والاستنارة بها في مستقبل الأيام. إذن فهكذا كانت الفكرة، ثم تبلورت بعد الحصول مؤسسة أرشيف المغرب على أرشيفات عبد الواحد الرادي، وبدأ الاشتغال على هذا الكم الهائل من الأرشيفات في التنقيح في الترتيب وكذلك في الاستقراء العلمي الأكاديمي في سياقات الأحداث التي واكبت تطور مسار عبد الواحد الرادي في كل يعني في كل معالمها. هذا المسار يعني على مستوى العمل الأكاديمي، على مستوى العمل السياسي، على مستوى العمل النيابي، ثم على مستوى تحمل المسؤولية من داخل العمل الحكومي. إذن هذه هي الفكرة كيف تبلورت، وهذا هو المعرض بل وراء هذه الفكرة ليبين ويسلط الضوء على هذه الشخصية التي خدمت البلاد في مختلف المجالات المذكورة. Thank you.